خلينا نستمع إلى الأستاذ محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وعضو مجلس إدارة الصندوق السيادي. أستاذ محمد أهلا بيك يا فندم. أستاذ محمد أهلا بحضرتك محمد، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. يعني قول لنا الأول، هل كان هناك ما يدعو أنه المطالبة بتعديل في قانون الصندوق السيادي قانون 177 لسنة 2018؟ استاذ محمد اولا تحياتي حضرتك وللساده المشاهدين، اهلا بيك. وخليني ادي حضرتك لمحه سريعه كده على القانون او على الصندوق. اتفضل. في اطار اهداف استراتيجيه التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030، انت في التلفزيون مفتوح جنبك؟ لازم حجم الاستثمارات استاذ محمد يتنوع مع مصر اكتر. استاذ محمد انت التلفزيون مفتوح جنبك؟ لا الحقيقه انا بكلمك من العربيه يا فندم. اه طيب طيب انا مستمع حضرتك كويس. اتفضل اتفضل. حجم الاستثمارات لازم يزيد وتنوع المصادر التمويل، عشان كده كان لازم نلاقي صوره لانشاء كيان اقتصادي كبير. الكيان ده يتمتع بحاجتين الحقيقه. يتمتع بمرونه الكيانات الاقتصاديه اللي تدخل في شراكات مع المؤسسات المحليه والعالميه، وفي نفس الوقت يتمتع بقوه الدوله الاداريه. قوه الدوله بمعنى الكيان اللي يقدر يحرك الاصول والشركات والكيانات الاقتصاديه في الاتجاه اللي يحقق اطار التنميه المستدامه. لما فكرنا في كده الحقيقه احنا عملنا دراسات على الصناديق السريعه على المستوى العام. احنا حاله فريده من نوعها الحقيقه، صحيح اتاخرنا فيها كتير قوي، لكن احنا كل الصناديق بتبدا دايما باموال، والصناديق في دول العالم كله بتستثمر فائض اموالها. الحقيقه طبعا ده في حالتنا مش متوفر، فاحنا يعني ما عندناش فائض اموال. فعلا مصر غنيه بالثروات والاصول. فعلا يا فندم اصول كتيره جدا، لكن نحسن استغلالها وادارتها. من هنا فكرنا في فكره انشاء الصندوق، والمقصود بالاصول هنا بس ليس اراضي او عقارات، لا الاصول دي جايز تكون اراضي، جايز تكون فنادق، شركات نعيد هيكلتها بمساهمه شركاء سواء مصريين او اجانب، بعض القصور الاثريه الغير مستغله والمحظور بيعها طبعا، نعيد تطويرها ونستغلها زي موجود في معظم دول العالم. وحضرتك زرت باريس اكيد شفت ازاي في الشانزليزيه الثمان قصور دول بيستغلوا على احسن استغلال، وازاي عشان تحجز في مطعم من دول بتقعد بشهور. من هنا جت فكره القانون، وصدر بالفعل القانون سنه 2018 قانون 177 سنه 2018، وبعدين فتره صدر قرار السيد رئيس الجمهوريه بتشكيل مجلس اداره الصندوق وتشكيل الجمعيه العموميه. تمام. لما بدانا في اجراءات العمل الحقيقه في الصندوق، لقينا ظهرت لنا طبعا التجربه بالنسبه لنا في مصر تجربه فريده. فظهرت لنا بعض الـ 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 الاحتياجات لتعديل بعض مواد القانون اللي في حقيقتها بتساعد الصندوق على اداء مهمته. وحد حضرتك لمحه سريعه كده على اهم التعديلات دي. اتفضل. احنا لما عملنا في الفتره الاخيره ثلاث اتفاقيات اطاريه. الاتفاقيه الاولى مع قطاع الاعمال، وزاره قطاع الاعمال، والاتفاقيه الثانيه مع بنك الاستثمار القومي، والفئه الثالثه الحقيقه دي ودي يعتبر باكوره عمل الصندوق، اتفاقيه مع شركه ابو ظبي القبضه التنمويه. ودي حضر التوقيع عليها سياده الرئيس شخصيا، شارك في حضر مراسم التوقيع عليها. ولما لقينا نتعامل الحقيقه في الاتفاقيات دي، لقينا اول حاجه لفتت الناس بره مصر في التباس عند الناس بين صندوق مصر وصندوق تحيا مصر. الهدف مختلف ورؤيه مختلفه، دول صندوقين مختلفين تماما. فكان لازم نوضح في الصندوق، لا ده صندوق مصر ده صندوق. انا مستمع حضرتك معلش يا فندم. اتفضل يا فندم. عشان كده اول حاجه فكرنا نعدلها اسم الصندوق، بدل ما هو كان صندوق مصر، فبقى القانون التعديل اللي دخل يوم الخميس اللي فات وتوافق عليه في مجلس الوزراء اسمه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنميه. وده كان الحقيقه مهم جدا علشان نعرف الفرق بين الصندوقين.
الحاجة التانية ودي ترد الحقيقة على مزاعم كتير اللي أثيرت في الفترة الأخيرة، الصندوق وبنعلنها تاني ليس بابا خلفيا للخصخصة ولن يكون. وعلشان كده حبينا نوضح للناس ونوضح في القانون ان مش لازم الاصول تنتقل ملكيتها للصندوق، لا قد توكل بعض الكيانات الاقتصاديه في الدوله للصندوق اداره هذه الاصول. ليه توكل بعض الكيانات دي؟ عارف ان الدوله او شركات الدوله او الكيانات المملوكه للدوله بتخضع لنظم وبيروقراطيه حقيقه مكبله للاستثمار طبقا للنظم العالميه. فقد يكون من المناسب ان انا ما انقلش ملكيه القصر ده للصندوق، انما اوكل للصندوق انه يدير حصتي فيه او انه يعظم حصتي فيه عشان يحسن استغلاله. ودي الماده الثانيه اللي عدلت في القانون. الماده الثالثه الحقيقه احنا لما جينا في الفتره الاخيره، وزي ما حضرتك عارف احنا بناء على توجيه فخامه الرئيس بعض الشركات سواء محطات الكهرباء او محتاجين نعيد ونحسن استغلالها بشكل كويس. فعشان نقيم هذه الاصول طبقا لقانون الصندوق كان حاطط اجراءات معينه. لما جينا في موضوع محطات الكهرباء تحديدا احتاجنا لبعض الاستعانه ببيوت خبره عالميه متخصصه في التقييم. وده اللي نصينا عليه في الماده 6 في تعديلها، ان يجوز لمجلس الاداره في حاله اذا رؤيه ان مفيش كيانات او جهات متخصصه في التقييم في نوع معين ان انا استعين باحد بيوت الخبره العالميه. الماده الاخيره الحقيقه كان عندنا ماده بتتكلم على المعاملات البينيه بين الصندوق. المعاملات البينيه يعني ايه المعاملات البينيه؟ سواء نقل اصول، دخول في شراكات ما بين الصندوق والصناديق والكيانات المملوكه للدوله بالكامل. هي بنص القانون القائم معفاه ضريبيه، لان الحقيقه أنا هاخد من الدولة بإيد اليمين أديها بإيد الشمال كضرايب. فإحنا لما جينا في مجلس النواب رؤية إن إحنا نعفي المعاملات البينية دي فقط عشان أعيد استغلال رؤوس الأموال دي وأدقها في مشروعات جديدة. فكانت عندنا جزئية الحقيقة بالنسبة للكيانات الغير مملوكة للصندوق بالكامل. فبالتنسيق مع وزارة المالية تم إعفاء الكيانات دي في حدود حصة ملكية الصندوق في هذه الكيانات فقط. اما المواد التي تحدثت بقى واللي اثيرت عليها هنا الحقيقه ده يعني او اكتوزي جزء منها، حضرتك عارف ان في بعض الاصول اللي هتنقل للصندوق دي هتنقل بطريق الشهر العقاري. علشان اتم اجراءات الشهر العقاري وادفع رسوم واعمل رفع المساحي قد يستغرق العمل ده عده سنوات الحقيقه. فقلنا ان قرار سياده الرئيس بنقل القصر ده بدل ما يشهر بالشهر العقاري هيودع، وبيودع ده طبقا لقانون الشهر العقاري ماده 57، بيودع القرار ده بمكتب الشهر العقاري المختص، وبموجب الايداع ده تعتبر ايجارات الشهر تامه. وعفينا الصندوق من الرسوم باعتباره مملوك للدوله، لان نقل الاصول ده لن يكون الا للصندوق الفند الرئيسي او الصناديق المملوكه له بشكل 100%، فبالتالي هنا ما عنديش غضاضه ان انا اعفي من رسوم الشهر العقاري. بالظبط. دي معظم المواد اللي اتكلمنا فيها اللي تم واللي وافق عليها فعلا مجلس النواب في الفتره الاخيره او سوري انا اسف مجلس الوزراء الاخيره وان شاء الله جاري عرضها على مجلس النواب. انا الحقيقه مستمع حضرتك كويس. طيب انا يعني احنا كده حضرتك وضحت الصوره انه ليه تم اتفاق تم التغيير وايه التغيير اللي حصل. انا بشكرك لانه احنا كمان مش قادرين نتواصل في الحوار. بشكرك استاذ محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزاره التخطيط وعضو صندوق مصر السيادي، الان بقى اسمه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنميه.